السلام عليكم بنات، كيفكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي ندير فيصه بالدجاج بلدي. ديجا راني غسلته و سقطرته المهم شويه، حتى انا دابا خرجت دابا من باشي ساعه باش جبته. المهم غادي نديرها بالشعير، يعني بالمسمن ديال الشعير، ما غاديش ندير بالدقيق الابيض ولا هذا ولا زعما الحرش. غادي ندير الشعير متفاصون. غادي ندير بصله والثومه، يعني بزاف، يعني واحد جوج بصيلات، واش من جوج بصيلات بعدا اربعه البصيلات هنايا. فاصلا ثم دير داكشي اللي قدرتو، ماشي مشكل. غنديرو طبيعة الحال لي دار، غادي نرقد واحد شويه. انا بعدا هنا غندير سكينجبير، ضروري ما تكثروا، يعني راه غيبغي ندير ساخن ملعقه، نديرو كركم، ما تخلعوش من الكميه ولا خاص نورمالمون خاص يدار هذا الشيء. الوغ نديرو الملح، زعفران شهرة، اللي عندكم الاخر تقدروا تستعملوا ماشي مشكل. وندير شويه السمن، نمشي نجيبو، راني نسيتو في الكوزينه. المهم غندير ديروا كاس مخلط نتوما اللي بغيتو، ما بين كاس يعني زيت العود وزيت الاخرى. بالنسبه لهذا هادي مبغاش تخرج لي سميتها الحلبة، ديجا درتها في المطايب. انا ما كنديرش سميتو العدس على حسب راجلي مكيبغيش، نقدر نديرو بوحدي في شي كاسون على وديتي انا. صافي دابا نرقد هادشي شويه وغادي ندوز باش نصايب العجينه، نوريكم الطريقه. دابا هادشي غنخليه يرقد شويه عاد نطيبو. هانتوما معايا كان سيتام شي نجيب ندير السمن. بالنسبه لدقيق الشعر هو هذا، غادي ندير فيه فقط الملح بغيتو يجي بنين، ديروا فيه شويه شتي بزار باش كيجي بنين. ندير فيه شويه شويه شتي بزار. غادي نعجنو ما بارد، يعني ما ماشي بارد، يعني دافي، ما سخون ما سخون ما بارد. صافي نوريكم هذاك الدجاج رقدتو، نخليه ها هو البنات شفتو. يعني راه معطر مزيان بالتوابل، خليه يترقد واحد شويه. غناخذ واحد الموزه غنتكو شويه باش يدخل فيه هاد التوابل، يعني كما قلت لكم دبزار، خرقوم، سكنجبير، ملح، ديك المساخن، وهذا الزعفران الحر. ودابا غادي نزيد السمن حيت السمن ما درتوش، والزيت مخلطه نص، حنا غديروا كاس فيها نص كاس بلديه ونص كاس زيت روميه. بصله درت بعض البصلات كما قلت لكم، والثومه على حسب اللي بغيتو. انا من بعد غادي نزيد فيه شويه القبيطه د الربيع كيعجبني. ها هو درت له بحال هكا هكا صغار، وغادي من بعد ندير يعني ثلاثه وحده فوق وحده وغنطيبهم، يعني تريد المغرب راكم عارفين. المهم انتما غتشوفوا معايا كيفاش غندير، دابا نخليه يرتاح واحد شويه ومن بعد نرجع معكم ان شاء الله. شفتوا درتهم هما مصريين، هذا غير الشعير بوحدو تما فيه لا دقيق فورس لا حرش لا حتى حاجه، فقط الشعير الملح والماء. شفتوا البنات ها هو هنا، درت ليه شويه الماء، حاجه جوج كيسان الماء ديال الحياه، نخليه زعما غير يشرب ليا العطريه صافي، ونرجع نوضيه بالماء طايب ونسد عليه حتى يقرب يطيب. لا رجع الدجاج يعني البلدي كيش طيب. عاد ولي نزيد هذا الحلبة، ايوا هانتوما معايا
دابا نمشي باش نبدا نقرص هذاك الملوي ديال الشعير، وغتشوفوا معايا كيفاش الطريقه. راه ساهل وزوين وجربوه. بنات السلام، ها هما غادي نديرو الزيت. شوفوا غادي ندير ثلاثة فواحدة، وكان غندير هنايا في المتمن في اليمين، يدي ليا فوق المقلة غندير هنايا الطويلة. المهم هي مستطيلة على حساب هادي، على حساب هاد لابلاك وصافي. بحال دابا هادي شفتو هكا مثلا، غندير فيها الزيت وندير فيها شوية ديال الدقيق بحال هكا، نولي ندير الفرقة هادي هاهي جوج مثلا. غادي ندير ثلاثة ديما دقيق، شفتو بهذا الشكل هذا. نحاول نطلقها بالطول بحال مستطيلة باش تجيني فاصلا، يعني راها بحال مستطيلة بحال دائرة بحال مربعة. المهم ماشي بحال يعطيك الصحة والسلامة. التليفون باردون، المهم بهذا الشكل. شفتو هاي كتنفع هكا غادي تحل. شفتو البنات كيما قلت لكم هذا راه غير الشعير بوحديتو. عفيسة هكا كتسالف ما تعرفلوش. من بعد هانتوما شوفو البنات غادي تحل بوحدي خاصني تيطيب غنوريكم.
هانتوما اللون شفتو كيتحل بحال هكا، شفتو راه سخون كيجي بحال هكا رقيق. شوف هذا نحلهم تما وندير هادو بنات. هانتوما شوفوا كيفاش على هذا الشكل هما الاخرين، هانتوما شفتوا كيجي على هذا الشكل. هذا كما قلت لكم غير الشعير بوحديتو، الشعير فقط ما فيه لا فورس لا دقيق لا حتى شي حاجه. هانتوما شفتوا، نتمنى تجربوه والله القسم اللي كيجي خطير. دابا هذا بعد الدجاج البلدي ان شاء الله فالصومي غادي نقدم الطبق نتوما تشوفوا معايا، ومرحبا بكم البنات. هاو قطعتو على هذا الشكل شفتو، هانتوما راه كيجي رقيق وكيجي زوين. انا غندير هاد شويه دابا من بعد هانتوما